السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة ماما هبة لأطب هو التدابير المنزلية والأفكار والحلول البسيطة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر مع بعض تورطة بالتفاح لذيذة بزاف وسريعة التحضير، متأكدة غادي تنال إعجابكم وتكون من الوجبات المفضلة عندكم. ونبدأ على بركة الله وندوزو للمقادير. احتاج قشور ديال الليمون محكوكين وبيضة كاملة، وملعقتين من السكر وتفاحة واحدة، وكأس وربع دقيق، وكيس خميرة ما يعادل 8 غرام، وكأس غير ممتلئ من الحليب، وأربعة ملاعق زيت. ونبدأ على بركة الله. كنحط البيض هو الأول، نضربه مزيان، نضيف عليه مبشور الليمون وملعقتين سكر، من بعد نضيف 4 ملاعق من الزيت. نضيف الحليب ونضيف الدقيق، كنوضع الخميرة مع الدقيق وكنضيفها تدريجيا. صافي، هكا كيكون القوام ديالو. من بعد نجيب مقلة وندير فيها شوية ديال السكر، نجيب تفاحة واحدة ونقسمها على جوج، نحيد لها العظم ونقطعها بهاد الشكل. بالنسبة للتزيين كيبقى اختياري. صافي، غادي نوزعها بهذا الشكل على الجوانب، ومن بعد غادي نخوي الخليط بشكل متساوي، ومن بعد نديرها تطيب على نار هادئه ونغطيها حتى تطيب وتجف من الفوق، ما تبقاش هكاك حيه. من بعد ندوز هكا بموصل ولا بالمعلقه باش ما تبقاش لاصقه لينا، ونجيب شي صينيه او طبسيل ونقلبها. غادي نخليها تطيب على هاد الجهه، ومن بعد نقدموها بالصحه والراحه. هذا هو الشكل الاخير ديالها، كتجي رائعه وسهله التحضير. اتمنى انكم تجربوها، وإلا جربتوها ما بقاش غادي تخطاكم، لانها فعلا كتجي لذيذه وغزاله. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نخليكم الى فيديو اخر قادم ان شاء الله. مع السلامه والى اللقاء.